ومعنا عبر الهاتف للحديث عن هذا الموضوع مفدة أخبار الآن في كركوك بالعراق جنان موسى. جنان أهلا بك، كيف لك أن تصفي لنا الوضع في كركوك يعني حسب مشاهداتك؟ نعم، حاليا هناك حركة نزوح كبيرة للمواطنين الأكراد من داخل مدينة كركوك باتجاه إربيل والثمانية. طبعا المواطنون الأكراد خائفون من أنه دخول الجيش العراقي إلى كركوك يعني يكون هناك عمليات انتقامية ضدهم. أريد أن أتحدث عن الأجواء صباح اليوم. طبعا توجهت إلى مدينة كركوك بعد الاشتباكات التي بدأت مساء البارحة وتقدم القوات العراقية والحشد الشعبي وبداية الاشتباكات بينهم وبين الفشمرجة. توجهت إلى مدينة كركوك ولحتى يعني خلينا أوصف الوضع شوي. عندما وصلنا إلى المدينة كانت هناك يعني حالة خوف كبيرة بين الناس، الطرقات تقريبا فارغة، المحال كلها مغلقة، الطرقات مقطوعة لأنه كان هناك المقاتلون الأكراد إن كان الفشمرجة الموالية للرئيس مسعود برزاني أم إن كان الفشمرجة الموالية لطالباني وأيضا عناصر من حزب العمال الكردستاني وأيضا مواطنون أكراد يعني مدنيون حملوا السلاح ونزلوا إلى الشارع للدفاع عن مدينتهم. فبالتالي كان هناك العديد من الفصائل أو المجموعات المسلحة بالشارع، هناك قطع للطرقات وحالة غضب عارمة. إجمالا الغضب يعني هو ضد عدد من الأطراف، هناك غضب ضد الولايات المتحدة لأنه العديد من الأشخاص الذين قابلتهم يعني كانوا يسألون أين الولايات المتحدة وأين المجتمع الدولي، يعني نحن كأكراد حاربنا داعش والآن نريد مساعدتهم للحفاظ على وجودنا في كركوك ولكن لا أحد يستجيب لنا. هناك أيضا غضب ضد إيران لأن بيعتبروا أنه القوات المهاجمة هي موالية لإيران، وهناك أيضا غضب ضد تركيا لأن تركيا يعني كانت تقول بأنه هي حليفة لإقليم كردستان العراق ولكن اليوم يعني أصدروا بيان على أنه هم يدعمون بغداد وبالتالي سيقومون بمحاربة حزب العمال الكردستاني في مدينة كركوك. هناك حالة غضب شاملة. عند وجودنا هناك يعني وكنا يعني نحاول أن نستفسر من المجموعات الموجودة في الشارع، فجأة وصل الخبر على سقوط قاعدة عسكرية، فبالتالي كان هناك يعني حتى غضب باتجاه طاقم صحفي قاموا بتكسير بعض المعدات التابعة لنا. قامت الشرطة العراقية مشكورة بقيادتنا أو بإخراجنا من مدينة كركوك سليم. جنان، ما هو المرتقب الآن بعد تصعيد بغداد العسكري؟ حسب بغداد أو حسب التصريحات اللي خرجت من بغداد هناك عدة أهداف يريدون السيطرة عليها. نحن نتكلم عن قاعدة كي واحد العسكرية، قاعدة مكتب خالد العسكرية، مطار كركوك، مشروع ري كركوك، وثلاث أبار النفط في دبس، وحقول نفط بابا جرجر، وحقول نفط باي حسن. حسب المعلومات طبعا هناك معلومات متضاربة لأنه طرف البغداد يقول بأنه سيطروا على مواقع معينة والطرف الكردي يقول بأنه هذه المعلومة غير صحيحة، فبالتالي هناك حرب إعلامية ولكن هذا هو الشيء المعلن. ولكن عندما كنت موجودة داخل الأحياء السكنية في مدينة كركوك وصلت القوات العراقية والمدعومة أيضا من الحشد الشعبي وصلوا إلى الشارع الذي كنا فيه وبالتالي وضعوا هناك دبابة وبعض العناصر، فكان هناك تخوف من المدنيين على أنه القوات العراقية ستدخل إلى الأحياء المدنية وليس فقط القواعد العسكرية وأبار النفط التي تعتبر خارج المناطق السكنية. ما أريد أن أقوله هنا هو أنه بالنسبة لبغداد، حجة بغداد يقولون بأنه هذه المواقع أو هذه الموارد هي تابعة للعراق وبالتالي نحن كنا موجودين في هذه المواقع
حتى عام 2014، ويحق لنا كحكومة اتحادية بإعادة السيطرة عليها ووضعها تحت يعني السلطة الاتحادية. نعم، مفدت أخبار الآن في كركوك جنان موسى، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.